عندنا على عماك وعنوان المحطة الأولى، هتختاري صندوق من الصناديق الثلاثة دول، تختاري أنا واحد اللي جنبي صح؟ أوكي يلا. هو كم سؤال المفروض يبقى؟ في إيه في إيه؟ شوف على فكرة أنا ما عنديش، ما هو مش ضروري يكون في حاجة يعني، بس قلت لك نتعرف أكتر على شخصيتك. يعرف الحياة علمتك تكون ست وراجل بنفس الوقت صح؟ اه. من اي سن مفتاح؟ من سن صغيره؟ لا مش من سن صغيره، انا من سن ما انفصلت، ولان انا انفصلت يعني في السنه بتاعت الانفصال بتاعتي دي حصل في كذا حاجه، منها وفاه الوالد والانفصال وولاده بنتي. هي كانت سنه كلها ملخبطه، فاتحملت المسؤوليه حتى واحده. مره واحده صحيت الصبح لقيت نفسي في بيبي عندها شهر، ابويا مش موجود، وما كنتش لسه بشتغل. اوكي. واخدت قرار تعتمدي على نفسك وحققت اللي حققتيه لغايه ما وصلتي للمرحله دي لوجودك قدامك. بصي اخدت قرار صعبه، لكن هتقولي ايه؟ مسؤوليه صارت اصعب، لانه انا مش عاوزه ابين للناس انه انا ضعيفه في حته او في مكان ما، وبينك وبين نفسك الموضوع مختلف. بصي هو كان رعب بيني وبين نفسي. لا رعب يعني، انا كنت انا بفتكر كويس قوي ان انا كنت بصحى بالليل واروح للسرير منه واقعد ابص اقول ايه، طب انا هعملها ازاي دي، طب انا هصرف منين، انا مش عايزه اخد فلوس من امي. يعني انا امي ربنا يكرمها واهلي كلهم كويسين، بس انا في الاخر عايزه ابقى انا جبت بنت صغيره وانا اللي واخده قرار الانفصال، مش ممكن اهلي هيصرفوا عليا، مهينه جدا يعني، بحسها مهينه. فكنت اخش ابص اقول طب احنا هنعمل ايه انا وانتي، يعني انا ده انتي عندها شهر دي، هعمل ايه انا وهي. وكنت ساعتها ما اشتغلتش، ما كانش لسه جات لي فرصة اني ابقى مذيعة، بس انا كان عندي استعداد اني اعمل اي حاجة. يعني برضو ما كنتش حاطة في نفسي، انا خريجة ليسانس اداب انجليزي عين شمس، واخدة دبلومة من جامعة امريكية، يعني مؤهلة ان انا اتعامل مع اي شيء. فكون بقى انها جات لي بعد كده المذيعه دي، هي دي كرم من عند ربنا. كانت الاوبشن او الفرصه اللي اتاحت لك تشتغلي وتحققي جزء من احلامك صح؟ كانت الاوبشن اللي خلاني انشغل بالشغل. يعني تنسي اللي هو انا وقت ما رحت دخلت التلفزيون، احنا ما كانش عندنا الامكانيات الماديه اللي بياخدوها الاكبر مننا، لان طبعا السينيورز بتوعنا كانوا اسامي كبيره، احنا كنا بالنسبه لهم جونيورز، ناس صغيرين مبتدئين جدا. لكن كان الفرق هو ان احنا كنا بنشتغل 24 ساعه. يعني بنزل ربط وبنزل فقرات وباجي اعمل مؤتمرات وعندنا مهرجانات، فاعتقد ان هو فادني بشكل كبير في اني تعدي 3-4 سنين كده اصحى الاقي نفسي المواضيع عاديه ومنا بتكبر وانا مشغله البيت وكده وخلاص تهندل، يعني قدرت تسيطري على كل حاجه.